أهلا بكم من جديد. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في قصر الصخير مساء اليوم. معالي رئيسي مجلسي النواب والشورى وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بالنيابة ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين والمحافظين ورؤساء المجالس البلدية وذلك للسلام على جلالة الملك المفدى حيث رفعوا إلى جلالته أطيب التهاني والتبركات وخالص التمنيات بحلول شهر رمضان المبارك سائلين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة وأمثالها على جلالته بموفور الصحة والسعادة وعلى مملكة البحرين وهي تنعم في ظل قيادة جلالته الحكيمة بالخير والأمن والأمان والتقدم والازدهار ورحب العاهل المفدى بالجميع وبادلهم التهنئة بهذا الشهر الفضيل شاكرا لهم تهانيهم الطيبة ومشاعرهم النبيلة مشيدا بجهودهم في خدمة الوطن وتعزيز مكانته ودوره الريادي في الميادين المختلفة داعيا المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة العطرة على شعب البحرين والمقيمين على أرضها الطيبة بالخير والبركات وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والسلام مؤكدا جلالة الملك المفدى أن شهر رمضان الكريم هو شهر الرحمة والمغفرة والتواصل والتراحم تتعزز فيه قيم الترابط والتكافل الاجتماعي بين الجميع كما أكد جلالته أن أبناء البحرين كانوا دائما وسيبقون بعون الله أسرة واحدة متكافلة متضامنة كما وستظل مملكة البحرين واحة أمن واستقرار ووطن التعايش والأمان لجميع أبناء شعبها ومن يعيش فوق أرضها وستبقى موطن الوسطية والتسامح والاعتدال المنفتح على العالم والفخور دوما بإرثه وثرائه الحضاري معربا جلالته عن الفخر والاعتزاز بتجربتنا البحرينية الخالصة وبالكفاءات والخبرات البحرينية التي تخدم الوطن في كل القطاعات والتي تجعلنا على ثقة واطمئنان بمستقبل البحرين وتقدمها منوها بأهمية تعاون الجميع من أجل غد أفضل ومستقبل أكثر ازدهارا للوطن والمواطن والأجيال القادمة سائلا جلالته الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا وأن يحفظ مملكة البحرين وأهلها وأن يوحد صفوف أبنائها ويديم علينا نعمة الأمن والأمان والمحبة والسلام
الحمد لله على كل حال، تشكرون على كل جهود اللي تبذلون، كل مسؤول منكم يعني قايم بواجبه، واحنا في الواقع نقدر نعرف الجهود الكبيره اللي تبذلون كلها تصب في مصلحه لله الحمد، البلد والمواطن والجميع. هذا شهر خير وشهر بركة ولقاءات مستمرة بين المواطنين وبين الناس، تزيد من أخوتهم وتزيد من ألفتهم، وهذا اللي احنا بالفعل يسرنا. فكل عام وانتم بخير.